عمر اللي توا كان يعني بداره وبوليداته بالجو العائلي، كان خدام هنا في السعوديه، كان حتى رجع لقى يعني المراه خدات ليه الدار، خدات ليه يعني كل شيء، قال لي كيملك. واحد من الفوق يعني كان جاي وجاي مسكين فرحان عند العائله ديالو، رجع العائله وغادي ياخذ من عندهم، غادي يعطي لهم يعطي لمراته الكادو اللي هو طوموبيل، لكن مع الاسف لقى يعني خدات ليه كل شيء، وهذا الشيء هذا ما اكتشفوا غير بالصدفه. طبيعة الحال يعني السيد يعني اليوم اللي كان بدارو وكان بكل شيء ولا يعني عايش غير في الزنقه، كيفرش الكرتونه وكينعس. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام ورحمه الله وجعله بركاته. لاباس عليك الحاج. الله يحفظك اسيدي، الله يبارك فيك. واخا عاود لينا القصه ديالك، كنت خدام في السعوديه. وكانت واحد الفتره ديال 15 سنه في السعوديه، والحمد لله رب العالمين كان الامور غاديه مزيان. حتى جيت ملي جيت للمغرب تفاجأت الدار سميتها، وشريت لها طوموبيل قبل ما نسيق الخبر بان الدار سميتها، شريت لها طوموبيل كزارة سيتروين، ولكن ما فيها الخير، ما فيهاش الخير. اكتشفت بان كل شيء خدته وكل شيء كذا، وفي الاخر وليت كنلقى السحور وكنلقى الفراش ديالي فيه الحجابات، وليت كنلقى بحال القطران مرشوش. صافي ما عرفتش راسي تا خرجت طجيت خرجت فحالاتي. انا دابا حاليا جالس غير عند واحد الصديق، وداكشي كنفرش كرتونه وشي جوج مونطات، كنتغطى بواحد المونطه وصافي. هذا ولي لقينا الخير، لقينا الخير في الناس، وما لقيتش الخير في ولادي. اولادي ما كيتصلوش بيا، ولادي ما كيتصلوش بيا الا حيد هذاك الصغير والدرية البنت. اما واحد راه شبع فيا سبان وبغى يضربني وهز عليا حجره كبيره وبغى يضربني بها وكذا، بغى يضرب. شوف تيجروا فيه عباد الله وكذا، تيقولوا ليه حشوم عليك رباك. هذا انا سخط عليه دنيا واخره، انا غضبان عليه دنيا واخره، لا هو ولا امه غضبان عليهم دنيا واخره. وهذا ما هادشي تيضر بصراحة، ملي كنبدا نجبد هاد المسائل قلبي كيضرني بصراحة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. اكتشفت اللي عندك السحور في بيت النعاس وواجهتي المرة ديالو؟ كلشي كتشاكر راه، وراه ملي كنبغي ندخل على باب الدار اقسم بالله إلا كنلقى بحال القطران خط خصك تخطاه، خصني نبقى تنقرا في آية الكرسي ولا كذا معوذتين عاد باش كندخل في الناموسيه ديالي في المضربه. لقيت فتحه قداش انا وجبت حجاب قداش انا هو، خلي الرشان في المنطقه، خلي الرشان في الحيط، داك العبار راسي هنا ورجلي هنا، داك الشيء سبحان الله العظيم بالعبار. يعني واخذها بالقياس يعني. لا اله الا الله، نسال الله سبحانه وتعالى ينتقم منا يا رب. راه خوتها ما كيحملوهاش، خوتها عاد باش انا اللي اسميت ما كيحملوهاش. هي شنو قالت ديك الساعه من قلتي لها انت هذا الشيء؟ قالت والو. اش قالت؟ قالت يلا تخبات تحت المنطه وحدها بنتها ناعسه ومحتميه بولادها، وداك الشيء كيصعب باش غادي نضربها ولا. امال انا راه زيت على جنويه، راه والله العظيم انا كراني باقي الان في عوكاش كل ما هربتش. يعني كنت باغي نصفيها ليها، وتا دابا تنقول انا يا زعما بغيت ربي سبحانه وتعالى هو يصفيها ليها من عنده. امال انا راه دابا وصلت ل 70 عام عاد باش غادي نمشي نبدا ندير فاسميتو. نسال الله العافيه وصافي. صعيبه مثلا كتلقى ولادك ومحبتك. ما كاينش لا. ودابا المشكله هو كتلقى الخير في بعض الناس اللي ما كيجيك لا خوك ولا خالك ولا عمك ولا كذا، كتلقى فيه الخير. واحد ولدك من صلبك، انا تنقول انا هذاك ماشي ولدي، هذا اللي بغى يضربني وبغى، هذا تنقول انا ماشي ولدي. نسال الله العافيه، هذا ماشي ولدي، كون كان ولدي ما غاديش يديرها. شي حاجه اللي صعيبه. ايوا لا اله الا الله. درتي لها توكيل، درتي فيها الثقه. درت ديك الثقه العمياء، الثقه العمياء. والله الا كان تيقول لي رئيس المحاكم ديال الدار البيضاء ما بلا ما نذكر الاسم ديالو، ولا كان تيقول لي، تيقول لي كون باقي في المحكمه كون علقتك قال لي والله تنعلقك. مشيت قال لي الثق فيها، قال لي تخيتي هذه.
غتكون ولد معاه قال لي ذا 20 ولد كاينش الثقه خصها هي تكون بنت الاصل ولكن مع الاسف ماشي بنت الاصل. شنو هي الحاجه الرساله اللي تبغي توصلها للشباب ديالنا اليوم؟ بنادم يا اخي خصو ياخذ الحيطه ديالو من ماشي غير سميتو في المكان بنادم يثيق ولا يسلم نفسه لسميتو لا خص بنادم يرد البال واخا يكون ولدك رد البال ما كاينش الثقه ما بقاتش الثقه صلى الله العافيه ترى بنادم دابا خويا واختي انا ما كيتصلوش بيا يلا خويا واختي حنا غير ثلاثه ما كيتصلش بيا كيتصل بيا لا الاخ ولا الاخت هاي الاخت ما ساكنه في المدينه الدار فين كانت الوالده الله يرحمها ولا عمرهم هزوا التليفون ولا يقولوا اتصلوا بالحاج بخونا وكذا ما كاينش صلى الله عليه وسلم ما بقاش كيف ما لا والو لا كلشي تغير كاين راك الحاجه خاطرك من كتشوف انا مرت علاش شديت السكر غير انا وليت ديابيتي كذا وكذا غير بهذا القيس هذا القيس فين فين هاد القهد ديال الاصل وكذا الناس ديال الاصل فين هما ما كاينش واخا نحا شنو تبغي تقول الناس اللي كيشوف فينا دابا لا بغا نتعاونوا معاهم اخويا انا استعين بالله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعاونني وهاد الناس اللي شافوا هاد سميتو هاد الفيديو هذا راهما هما القلوب ديالهم انا ما مولفش كنمد يديا ولا كنطلب ولا شي حاجه ولكن هذا امر الله سبحانه وتعالى واش انا ضامن نفسي غادي نعيش الغدا ولا بعده ولا كذا ما ضامنش نفسي انما الامر بين يديه سبحانه وتعالى بغاني الله سبحانه وتعالى يوفقني راه غادي يصيفط الناس اللي غادي اسميه كاين شراه ربي هو والرزاق ذو القوة المتين. التليفون ديالك ممكن نقولها لهم 06 10 18 25 84. شفتوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء السيد هذا اللي كان في السعودية رجع للمغرب ولكن مع الأسف انه القمرات يعني خذات لي كل شيء كان داير لي هو دار فيها الصياغه كان داير لي هو الكاله ولكن مع الاسف يعني كيقول لك كما قال هو الرساله اللي كيوصلها لقى الناس خصوصا الشباب انه ما يثيقوا حتى في حد واخا يكون في قلب دارك ما تثيقش فيه كيف ما قال يعني ولدك ما تثيقش فيه كيف ما يعني الابن ديال السيد الابناء ديالو اللي تخلاو عليه وبالعكس راه واحد كان باغي يضربه كيف ما قال الاب ديالو اللي موجود معنا حنا دابا حاليا انا كنتمناو الخير لهذا السيد هذا كنتمناو لك الخير الحاج الله يسهل عليك الله يسهل لك الامور الله يبارك فيك وكنتمناو كاع الناس اللي كيشاهدونا في هاد اللحظات هادي انه يحاولوا يتعاونوا مع هاد السيد هذا يتعاونوا معاه قالت تمشي من هنا الحاج تمشي من هنا صافي الحاج الله يبارك فيك الله يبارك فيك مع السلامه الحاج الله يسهل الامور ويدير لك فيها شي تاول ديال الخير اللهم امين اللهم امين كيفاش شفتوا معنا المشاهدين الكرام يعني غادي بحرا باش كيمشي يمشي في حاله بحرا قال لك غيمشي باش غيمشي يتكى عند واحد السيد صعب انا كنتمنى بطبيعه الحال كاع الناس اللي كيشاهدونا في هذه اللحظات هذه يتعاونوا مع السيد هذا كما كتشوف يتعاونوا معاه باش ما كاين باش ما كان باش ما تخاوم الله بطبيعه الحال رقم التليفون حطينا لكم على الشاشه وقال لكم تبقاو